أكلة شهية يجتمع حولها الأهل والأقارب، وتطبخ كثيراً في الولائم وخلال الشتاء، وخصوصاً للمرأة النفسه. الرفيسة، الطبق المغربي الشهير، من أين جاء أصل تسميته؟ الرفيسة هي واحد من أشهر الأطباق التقليدية. يعتقد أن أصل تسميتها تعود إلى طريقة تفتيت الخبز أو رفسه ثم تبليله بالمرق، وكان طبق التريد معروفاً عند العرب، وفي القرن الثامن الميلادي أخذه المغاربة وطوروه وأضافوا إليه التوابل المحلية، ويقص فيه المسمن إلى شرائح صغيرة ثم يسقى بالمرق المطبوخ مع الدجاج. يوجد أنواع كثيرة للرفيسة، منها ما هو بالمسمن أو الحرشة أو حتى بالخبز القديم، وتسمى بالرفيسة العمياء، وقد كانت زاد الفقراء. تحتوي الرفيسة على مواد غذائية مهمة وتوابل وأعشاب صحية تساعد الجسم على اكتساب مناعة ضد نزلات البرد في الشتاء، كما تقدم عادة إلى المرأة حديثة الولادة لما تتضمنه من مكونات مفيدة لها مثل الحلبة والعدس. كما تتربع الرفيسة إلى جانب الكسكس على عرش الأطباق التاريخية في المغرب، وقد تختلف طريقة تحضيرها قليلاً بين الجهات، لكنها وحدت الكل حول لذتها وفائدتها.